هكذا كالحلم يرحل فجأة، أو هكذا كالحلم يا إنييستا ترحل فجأة يرحل. نعم هكذا، وربما آخر مباراة نهائية، ولكنه سجل في الحضور الأخير في هذه المباراة. الرحيل الصعب، من يرحل عنك ولا يرحل منك، من يرحل عنك ولكنه لا يفارقك، من يتركك جسدا ولكنه يبقى أمامك ماثلا في الكثير من المناسبات. إذا ذكر برشلونة عبر التاريخ فلا بد أن يذكر.